بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الليكشر بتاعتنا الصغيرة دي هنحاول نشوف مع بعض لو في أكتر من سيمبل هارمونيك موشن بتأثر على البادي بتاعي، فبالتالي عايزين نشوف وات ذا ريزلتنت سيمبل هارمونيك موشن، إيه السيمبل هارمونيك موشن المحصلة بتاعتنا. عايزين نفتكر مع بعض إيه اللي قلناه في الليكشر اللي قبل كده، إن أنا الحقيقة السيمبل هارمونيك موشن بتعين إن أنا عندي واي as a function of time، لازم تكون function في التايم بتعيد نفسها كل period of time equals y naught sine أو cosine doesn't matter omega t plus alpha. إيه اللي قلناه مع بعض؟ إن ال y naught بتاعتي دي حاجة اسمها ال amplitude بتاعتي، اللي هو كان التعريف بتاعه ده ال maximum value of y naught. ال omega بتاعتي اللي قلنا مع بعض اللي هي ال angular frequency، وقلنا مع بعض إن ال omega بتاعتي is equal to pi times the frequency، أو in other word أو بطريقة تانية 2 باي مقسومة على ال periodic time اللي هو t. وبعد كده قلنا الألفا بتاعتي هي عبارة عن ال phase constant، أو in other word ممكن نقول عليه ال إيه ال initial phase. تمام كده؟ وكنا بنسمي اللي جوه الساين أو السينسويدال function بتاعتي أو ال periodic function، كل ده بنسميه ال phase بتاعي. تمام كده، ده انا عندي كده بنتكلم او بديني نعرف او نجيب full description of a simple harmonic motion. طب ايه اللي هيحصل لو عندي اكتر من simple harmonic motion بيأثروا على نفس البطن؟ في الحالة دي لازم عشان يبقوا نفس ال simple harmonic motion، لازم لو ال y عندي y نود او y1 و y2 و y3 and so on، ده الكلام ده كله to have a resultant، لازم يكون الريزلتنت بتاعتي to have a resultant simple harmonic motion، لازم يبقى فيه condition يتحقق. ايه الكونديشن اللي بيتحقق معايا؟ ان كل simple harmonic motion دي all of them، لازم كل simple harmonic motion have the same frequency. ده اللي هيحقق لي سيجمنت فريكونسي او انجل فريكونسي دازنت ماتر. يبقى ده عشان يبقى الريزلتنت بتاعي سيمبل هارمونيك موشن، يبقى لازم يحصل ايه الكونديشن ده، لازم الشرط ده يتحقق ان كلهم يبقى سيمبل هارمونيك موشن. طب لو ديفرنت فريكونسي ايه اللي يطلع؟ ممكن يطلع دبل ميني هارمونيكس بتاعتي، بس مش هتاخد الفورم بتاع السيمبل هارمونيك موشن، وده هيبقى اوت اوف ذا سكوب اوف ذيس ليكتشر، ده خارج نطاق المحاضره دي. تمام جدا. يبقى السؤال بتاعي دلوقتي او احنا بنفكر مع بعض دلوقتي، لو انا عندي اتفقنا مع بعض، لو انا عندي نفترض ان عندي y1 equal y نوت 1 sin omega t plus alpha 1، خلاص احنا اتفقنا same frequency. ال y2 بتاعتي او second simple harmonic motion ليها amplitude مختلف it doesn't matter معايا sin omega t plus alpha تانية، لان هيكون الفيس كونستنت ما حدش قال ان هو ذا سيم. الواي 3 اند سو اون، نفس الكلام ده كله لغايه الواي ان بتاعتي هتبقى عباره عن واي نوت ان ساين اوميجا تي بلس الفا ان. كده الشرط بتاعي يتحقق، يبقى الريزلتنت بتاعتي زي ما اتفقنا مع بعض هتبقى سيمبل هارمونيك موشن، فبالتالي ممكن اقول إن هي it will take the form of y total equal y not total أو y not t sin omega t، لأن ليه نفس الفريكونسي والألفا بتاعتي مش عارفها. ويبقى كده القصة بتاعتي كلها إن أنا عايز أعرف حاجتين مهمين جدا. أنا عايز I would like to describe the A the resultant simple harmonic motion، او نعمل السوبر بوزيشن. يبقى عايز اجيب الامبليتيود بتاعتي والفيس كونستنت بتوعي بكام. يبقى دي البروبلم اللي عندنا او المساله اللي عندنا دلوقتي، ان انا عندي سيم كذا سيمبل هارمونيك موشن، في ريزلتنت سيمبل هارمونيك موشن ليهم لان كلهم ليهم نفس الفريكوانسي، فبالتالي هيبقى الريزلتنت عباره عن سيمبل هارمونيك موشن بسيرتن امبليتيود وسيرتن فيس كونستنت. دول اللي ايه نفسي اي او another word I would like to get them، او نفسي احسب. تمام، عايزين نمشي شوية math مع بعض بسيطة جدا عشان نحسبهم مع بعض نشوف الدنيا ماشية ازاي. نبتدي مع بعض. الحقيقة زي ما احنا شايفين مع بعض ان ال y1
اللي هي عبارة عن واي نوت 1 ساين أوميجا تي بلس ألفا 1. الحقيقة دي ممكن نفكها أو نعمل لها إن هي عبارة عن واي نوت 1 ساين الفيرست ايتم بتاعي ساين أوميجا تي كوساين ألفا 1 بلس نفس الحكاية واي نوت 1 كوساين أوميجا تي ساين ألفا 1. كل الحكاية عبارة عن جاست يعني إيه، فكيت الإيه الساين سويدال ساين تو ايتمز بينهم بلس، فبالتالي ساين الأولاني كوساين السكند ايتم بزاوس كوساين الفيرست تيرم ساين السكند تيرم. نفس الحكاية لو بتكلم على واي 2 اللي عبارة عن واي نوت 2 الامبليتود ساين اوميجا تي بلس الفا 2، دي هتبقى بنفس الكونسبت عبارة عن واي نوت 2 ساين اوميجا تي كوساين الفا 2 بلس واي نوت 2 كوساين اوميجا تي ساين الفا تي. تمام، نفس الكلام لو وصلنا لغاية الأخيرة لو بعمل سمبل ان سمبل هارمونيك موشن هتبقى واي نوت ان ساين اوميجا تي بلس الفا ان ايكوال واي نوت ان نفس الطريقة بالظبط ساين اوميجا تي كوساين الفا ان بلس واي نوت ان كوساين اوميجا تي ساين الفا ان. طب بس انت قلت لي ان الريزلتنت بتاع الكلام ده كله ظريف جدا، قلت لي ايه ان الريزلتنت بتاع الكلام ده عبارة عن واي توتال عبارة عن واي نوت تي ساين اوميجا تي بلس الفا توتال، وده اللي ممكن افكه برضو او اعمل له سيريز عبارة عن واي نوت تي ساين اوميجا تي كوساين الفا توتال بلس واي نوت توتال كوساين اوميجا تي مضروبة في ساين الفا توتال. تمام كده. طب ايه اللي ممكن الاحظه في الكلام اللذيذ ده؟ اللي ممكن الاحظه ان انا لو بصيت الكوفيشنت بتاع ساين اوميجا تي كلها في كل الترمز بالمنظر ده كده، دي الكوفيشنت بتاع ساين اوميجا تي اللي موجوده في الترم اللي عندي ده، نعمل ايه مع بعض؟ ده احنا بمنتهى البساطه ممكن نقول ان احنا عندنا نتكلم على الكوفيشنت اوف ساين اوميجا تي لازم في الريزلتنت تبقى مجموع الايه السيرز، نقدر نقول مع بعض ان واي نوت تي مضروبه في كوساين الفا توتال multiplied by sin omega t لازم تبقى equal. equal مين؟ equal الكلام اللي فوق اللي احنا شفناه مع بعض sin omega t multiplied by y not 1 cosine alpha 1 plus y not 2 cosine alpha 2 لغاية الأخيرة y not n cosine alpha n. صح كده اهو، ده اللي شفناه مع بعض، ان انت عندك كل الساين اوميجا تي، شفت كل الساين اوميجا تي لازم عشان يبقى ايكوال لازم الكوفيشنت او معامل الساين اوميجا تي يبقى المجموع بتاعهم ايكوال. تمام، ما قلناش حاجه مع بعض. يبقى بالتالي لو انت جيت بمنتهى البساطه ورحت شايل سويت الكوفيشنت ده الكوفيشنت ده يطلع معايا ان الايكويشن بتاعتي واي نوت تي كوساين الفا توتال، هنقدر نقول مع بعض ان هي عباره عن السميشن بتاع كل واي نوت اي كوساين الفا اي، والاي بتاعتي بتمشي او بتبقى ايه سميشن من اول اي 1 لغايه كل الايه الان بتاعتي. صح كده، ده اللي احنا ايه بنشوفه مع بعض. تمام، ودي تبقى اول equation شفناها مع بعض، يبقى دي الايكويشن بتاعتي هتبقى equation نمبر 1. تمام، بنفس الطريقه اللي شفناها مع بعض لو عدنا نشوف الكوفيشنت بتاعت الكوساين اوميجا تي
الكوساين اوميجا تي كل السكند تيرم في كل الايكويشن مالتبلايد باي سيم سيم ايتم اللي هو الكوساين اوميجا تي. فلازم عشان يبقى فيه ايكوال الريزلتنت بتساوي ايكوال المجموع، لازم مجموع الكوفيشنت او الكوفيشنت بتاع الاوميجا تي كوساين اوميجا تي يكون متساوي. ان اذر وورد بنفس الطريقه اللي شفناها من شويه، ايه اللي حصل معاك؟ يطلع معايا ان عباره عن واي نوت 1 multiplied by sine alpha 1 plus y note 2 sine alpha 2 plus الأخيرة y note n sine alpha n. كل الكلام ده multiplied by cosine omega t. لازم بالظبط يكون المحصلة أو resultant component اللي هي coefficient بتاع cosine omega t بتتساوي اللي هي y note total sine alpha total multiplied by cosine omega t. وبنفس الطريقة بالظبط الكوفيشنت بتاعك يتساوي، يبقى كوساين اوميجا تي بتكنسل هنا، يبقى انا اقدر اقول انا وانت مع بعض ان الواي نوت توتال ساين الفا توتال ايكوال السميشن بتاع واي نوت اي ساين الفا اي، وده برضو السميشن اوفر ذا هول نمبر اوف ذا سيمبل هارمونيك موشن، اللي هي ستارتنج فروم سيمبل هارمونيك موشن نمبر 1 لغايه اخر سيمبل هارمونيك موشن معاك. ودي كده تبقى معانا ايكويشن نمبر 2. تمام. الحقيقه من ناحيه الشغل بتاعنا اللي حصل معانا ان انا عندي دلوقتي 2 ايكويشنز، وخلي بالي من اول المحاضره او من اول الشغل بتاعنا كنا عايزين تو انونز، نفتكرهم مع بعض تاني. التو انونز بتاعتي انا كنت عايز اجيب الواي نوت توتال بكام، الامبليتيود بتاع الريزلتنت بكام، والالفا توتال بتاع الريزلتنت بتاعي بكام. ده اللي احنا عايزين، عندنا تو ايكويشنز في تو انونز نقدر نجيب. لو بصيت معايا الايكويشن نمبر 1 وايكويشن نمبر 2 ده سهل قوي، لو عملت ديفيجن نمبر 1 على نمبر 2 هخلص من الواي نوت توتال دي ويفضل معايا ساين على كوساين. فبالتالي ان اول حاجه هنعمل ايكويشن نمبر 2 نعملها ديفيجن اوفر ايكويشن نمبر 1، يطلع معايا وبالراحه خالص واي نوت توتال ساين الفا توتال مقسومه على واي نوت توتال كوساين الفا توتال ايكوال السميشن بتاع واي نوت اي ساين الفا اي اوفر ذا سميشن واي نوت اي كوساين الفا اي. تمام. لو عملنا الكلام ده كله وخلصناه بالراحه جدا يطلع معايا الكلام الظريف جدا ان ايه ساين اوفر كوساين، يبقى ده هيديني تان الفا توتال ايكوال summation of y not i sin alpha i over y not i cosine alpha i. ودي كده الايكويشن بتاعتي اللي انا هشتغل بيها معاك دلوقتي. يبقى ده الايكويشن اللي بتديلي مين، اللي بتقدر منها احسب الواي الالفا توتال بتاعتي بكام. تمام كده. دي الايكويشن بتاعتي اللي زي الفل. في ملحوظة بس على الايكويشن دي، في ملحوظة مهمة جدا على الايكويشن دي. ايه الملحوظة؟ لازم تتكير من الساينز بتاعتك. يعني ايه؟ اول حاجة خلي بالك ان احنا بنشتغل من اول اي 1 لغاية ايه لغاية ان. طيب لازم اخلي بالي من الساينز او اشارات المقام الدومينيتور والنومينيتور بتاعك، المقام والبسط بتوعي. ليه؟ لان ده بمنتهى البساطة لو انا ممكن نعملها صح دلوقتي، انا بتقول لي ان التام بتاعتي الفا توتال ايكوال سميشن اوف واي نوت اي ساين الفا اي على السميشن بتاع واي نوت اي كوساين الفا اي. تمام. نخلي بالنا من حاجه، انا بقى ببص للبسط، ببص للمقام بتوعي النومينيتور والديمينيتور بتاعي. خلي بالي انا التان الفا دي هي التان دي هتبقى في اني كوارتر عندي. فاكر معايا ايام زمان لما كان بيقول لك ان هنا اول كلهم بوزيتيف،
هنا الساين سكند كوارتر الساين اونلي بوزيتيف، هنا التان هي اللي اونلي بوزيتيف، هنا الكوساين في الفورث كوارتر او في الربع هي البوزيتيف. فبالتالي انا بخلي بالي من الاشارات بتاعتي، لو اللي فوق بوزيتيف واللي تحت بوزيتيف يبقى انا في كوارتر نمبر 1، يبقى الانجل بتاعت الالفا توتال بتاعتي هتبقى من الزيرو لغايه 90 او لغايه باي اوفر 2. لو اللي فوق بوزيتيف الساين بوزيتيف، لو الساين بتاعتي بوزيتيف والساين كوساين بتاعتي نيجاتيف، يبقى انا فين؟ يبقى انا في كوارتر نمبر 2 اللي هي الالفا توتال بتاعتي هتبقى بتوين الباي اوفر 2 والباي بين الكوارتر. لو الاتنين بتوعي نيجاتيف، الساين بتاعتي نيجاتيف والكوساين بتاعتي نيجاتيف، يبقى ده معناه ان انا في كوارتر نمبر 3. خلي بالك الكالكوليترز معاك مش هتجيب لك الكلام ده كله، ده لازم تاخد بالك وانت شغال معاه 3 باي اوفر 2. واخر حاجه لو الساين بتاعك هيبقى نيجاتيف والكوساين بتاعتي اللي هي المقام بتاعتي هتبقى بوزيتيف، يبقى ده معناه ان انا في كوارتر نمبر 4، يبقى الالفا توتال بتاعتي بتوين 3 باي اوفر 2 لغايه 2 باي. ده كان حاجة مهمة جدا تاخد بالك وانت بتحسب مين؟ الالفا التوتال. طيب انا عندي نقطة مهمة جدا، عايز ارجع تاني للايكويشنز بتاعتي اللي هقدر احسب منها الامبليتيود بتاع الريزلتنت. لو بصينا تاني للايكويشنز بتاعتي، ايكويشن نمبر 1 اهي وايكويشن نمبر 2 اهي، انا عايز دلوقتي اجيب الواي توتال، عايز اخلص من الالفا توتال، عايز اخلص من الالفا توتال. طب واحدة بنتبلايت في كوساين او واحدة كوساين، ايكويشن منهم بتتكلم على الكوساين بتاعتي وايكويشن منهم بتتكلم على الساين بتاعتي، والاتنين ليهم نفس الكوفيشنت. لو انت فكرت بالماس بسيط جدا، طب ما انت هتقول لي نعمل سكويرنج لايكويشن نمبر 1، نعمل سكويرنج لايكويشن نمبر 2 ونجمعهم، يعني نعمل سميشن لكوساين سكوير وساين سكوير، هخلص منهم لان السميشن بتاعهم بواحد. مش مركز معايا؟ طب ما تيجي نعملها مع بعض واحدة واحدة. احنا كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنجيب الايكويشن نمبر 1 ونعمل لها سكويرنج ونعمل لها سميشن مع الايكويشن نمبر 2 بعد ما نعمل لها سكويرنج، تمام؟ يطلع معايا ده اللي احنا ايه عايزين نعمله. نعمله ازاي؟ يطلع واي نوت توتال سكويرد كوساين الفا توتال سكويرد بلس واي نوت توتال سكويرد ساين الفا توتال سكويرد ايكوال، ده الايه ليفت هاند سايد او الطرف الشمال. الناحيه الثانيه يطلع معايا واي نوت اي سميشن على كوساين الفا اي كل ده سكويرد بلس السميشن بتاع واي نوت اي ساين الفا اي السميشن ده كله سكويرد، تمام؟ يطلع معايا لو احنا جبنا الترم ده يطلع معايا اللي هو عباره عن واي نوت توتال سكويرد كوساين الفا، لانه خدت كومن فاكتور كوساين الفا سكويرد بلس ساين الفا سكويرد اللي هو السميشن بتاعهم هيطلع ب 1، تمام؟ يبقى الحاجه اللي انا كان نفسي اجيبها بقت هي اللي موجوده لوحديها في الليفت هاند سايد، اللي هو ان اذر وورد اقدر اقول انا وانت مع بعض ان الواي نوت توتال بتاعتي هي عباره عن السكوير روت بتاع السميشن بتاع واي نوت اي كوساين الفا اي سكويرد بلس السكويرد بتاع السميشن بتاع واي نوت اي ساين الفا اي، ده برضو ايه السميشن سكويرد. يبقى دي الايكويشن بتاعتي، بعمل سميشن طبعا من واحد لغايه ان، دي الايكويشن بتاعتي اللي اقدر اجيب منها الواي نوت توتال، وبالتالي انا قدرت اجيب الايكويشن اللي اقدر اجيب بيها الواي نوت توتال بتاعتي. يبقى انا كده من الايكويشنز التو ايكويشنز اللي احنا شفناهم مع بعض، انا قدرت انا وانت نجيب مع بعض نجيب الالفا توتال بتاعتي بكام والواي نوت توتال بتاعتي بكام، ودي بنشوف مع بعض دي الاناليتيكال فورم اللي انا ممكن اعمل برنامج كمبيوتر او بروجرام صغير او بالكالكوليتر بتاعتي اقدر احسب الواي نوت توتال والالفا توتال بتاعتي لاي ايكويشن. ده التو ايكويشنز بتوعي، تمام؟ تمام. الحقيقه في طريقه تانية ممكن نتكلم فيها، الجرافيكال
ميثود. ايه الجرافيكال ميثود دي؟ الجرافيكال ميثود بتاعتي كالتالي، ان انا بعمل حاجة اسمها فيزو دايجرام. ايه الفيزو دايجرام بتاعتي؟ والله احنا لو بصينا مع بعض للشغل مع بعض، ان احنا عندنا الواي، لما جينا نعبر عن الواي اوف تي از فانكشن اوف تايم، عبارة عن واي نوت multiplied ساين اوميجا تي بلس الفا. بما ان الواي نوت بتاعتي دي الامبليتيود وده ما يعادل الفيز اللي ممكن اعتبره لايك ان انجل، فده اللي بنتكلم فيه. احنا شغالين الاوميجا تي بتاعتي ذا سيم، كل الناس ليهم نفس الفريكوانسي، يبقى اللي بيتغير من حاجه لحاجه هي مين؟ هي الالفا اللي بتشتغل معايا. فبالتالي وانا شغال معاك دلوقتي هنركز على حاجتين مع بعض مهمين جدا، ان في امبليتيود عندي وفي انجلز بتاعتي هي اللي بتختلف من حاجه لحاجه. تمام. يبقى احنا دلوقتي زي ما كنت بتمثل زمان، لو عندك فيكتور بتقول ان الفيكتور امبليتيود بتاعه بكذا والانجل بتاعته بكذا مايل كذا. طب احنا نشتغل ازاي؟ والله انا لازم يبقى عندي ريفرنس، خد الريفرنس زي ما انت عايز. الريفرنس بتاعي نفترض ان هو كان عبارة عن المنظر ده كده، عبارة عن الريفرنس بتاعي بالمنظر ده كده. فبالتالي وانا شغال ايه كل اللي هعمله؟ ان انا هرسم الواي نوت او الواي بتاعتي عبارة عن ايه؟ برسمها تو سكيل، المفروض ارسمها تو سكيل بما اني هشتغل تو سكيل. يبقى كل اللي هعمله معاك ان انا هرسم الواي بتاعتي starting from point معينة بالمنظر ده كده. هنقول مع بعض ايه؟ ادي الامبليتود بتاعي ده بيعادل الواي نوت بتاعتي الامبليتود، والزاوية اللي بميل بيها الانجل ذات وي تلتد وذ ذا ريفرنس بنسميها الالفا بتاعتي. خلاص تمام كده. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت representation of the simple harmonic motion graphically. ده بنسميه مع بعض حاجة اسمها الفيزور دياجرام. ان انا كل اللي بعمله بمثل او بريبريزنت الواي نوت بتاعتي كاي، او الواي بتاعتي كامبليتيود وانجل. امبليتيود بيعادل الامبليتيود اللي هو الماجنتيود بتاعي، والانجل بتاعتي الانجلز اللي بتختلف من واحدة لواحدة اللي هي الفا. كنت زمان لما كنت تجمع تو فيكتورز كنت بتقول ايه؟ والله لو انا عندي فيكتور اولاني كده تمام، كنت بتقول ان انا لما باجي اعمل سميشن للفيكتور التاني اللي وراه، باجي من نهاية الفيكتور الاولاني واعمل فيكتور التاني واعمل له سميشن ازاي؟ بيقول لي يطلع معانا مع بعض ان الفيكتور او السميشن بتاعي هو ايه؟ ال starting from the first point لغاية ال last point ده بتاعتي، ودي بتبقى السميشن فيكتور بتاعي او الريزلتنت بتاعي. يبقى ده لو كان فيكتور اي وده كان فيكتور بي، كنت بتقول ان ده فيكتور اي بلس فيكتور بي بالظبط، اللي هو امبليتيود وانجل. بنفس الطريقه بالظبط في الفيزو دايجرام هنعمل ايه؟ هنعمل نفس الحكايه بالظبط. ازاي؟ هنيجي رقم واحد نختار مع بعض ريفرنس، اهو الريفرنس بتاعي ده كده الريفرنس بتاعنا اللي هنشتغل. تمام كده. طيب ونيجي مع بعض على اول فيكتور هنشتغل، او سوري انا اسف، على اول امبليتيود او اول ايه، اول فيزور او اول سيمبل هارمونيك موشن، نروح ستارتنج فروم ا فيرست بوينت، نعتبر دي فيرست بوينت، نستارت الفيكتور بتاعنا او نستارت الامبليتيود بتاعتي. ده يبقى مين؟ ده يبقى واي 1 امبليتيود بتاعها واي نوت 1 والانجل بتاعتها الفا 1. نيجي برضو هنشتغل وذ ريسبكت للريفرنس، زي اي حاجه في الدنيا لازم يكون في مرجعيه بنتفق عليها عشان نعرف نشتغل عليها، ده الريفرنس اللي هي هحكم كل حاجه بالنسبه لنا. نفس الحكايه بالظبط تيجي معايا هتقول برضو ايه؟ شغالين وذ ريسبكت ريفرنس. تمام كده. هنبتدي نرسم الفيزور او نرسم ايه الماجنتيود بتاع، انا اسف، هنرسم الايه السكند سيمبل هارمونيك موشن. وتاني زي ما بنقول السكند سيمبل هارمونيك موشن هنرسمها برضو وذ ريسبكت تو ذا ريفرنس.
يبقى احنا بنتكلم مع بعض، ادي الريفرنس اللي شغالين عليه اهو. فبالتالي هبتدي ارسم السكند ايه، سكند سيمبل هارمونيك موشن، ارسم الفيزور بتاعها. ونفترض ان هي كانت عامله انجل تانية الفا 2، فرسمت الفيزور بتاعي بالمنظر ده كده. ادي الواي نوت 2 اللي هو الامبليتود بتاعها، وكده عامله انجل الفا 2. طيب لو عايز، هم دول التو سيمبل هارمونيك موشن الفاليد او الافيلابل بالنسبه لي، انا عايز اجيب الريزلتنت بتاعهم. جاست هعمل ايه؟ هوصل اهو كونكت فروم ذا فيرست بوينت لغايه اللاست بوينت. ازاي الكلام ده كله؟ زي ما احنا شايفين، فروم فيرست بوينت سكند ايه؟ اللاست بوينت بالمنظر ده كده. ويطلع عندك ده مين؟ ده عباره عن الواي نوت توتال، والانجل اللي عاملها هي عباره عن الالفا توتال. تمام؟ واحد يقول لي طيب هل يا ترى مين اللي قال ان الكلام ده 100% صح؟ كل اللي هنعمله مع بعض هنشوف مع بعض ازاي 100% صح ولا غلط. نشوف مع بعض هل يا ترى ده بيحقق فعلا اكزاكتلي الكلام اللي قلنا عليه بالنسبه للاناليتيكال فورمز ولا لا. لو جيت عند الفا الواي نوت 1 وجيت اشوف المقابل بتاعها والمجاور بتاعها كده، هيطلع الجزء ده عباره عن الاوبوز بتاعي اللي هو عباره عن واي نوت 1 ساين الفا 1، والجزء التاني ده عبارة عن واي نوت 1 كوساين الفا 1. وبرضو نفس الحكاية، لو احنا بنكمل مع بعض الجزء التاني بتاع الواي نوت 2، لو عملت المقابل بتاعها عبارة عن واي نوت 1 ساين الفا 1، انا اسف بالظبط كده، والادجسنت بتاعي اللي هو من اول هنا لغايه هنا هو عباره عن واي نوت 2، هي طبعا دي واي نوت 2 كوساين الفا 2، واي نوت 2 كوساين الفا 2. لو بصينا كده ده فعلا اكزاكتلي بالظبط زي المعادله الاساسيه او التو فورمز بتاعتي. لو بشوف التان الفا التوتال هلاقي ان كل ده مع كل ده هيطلع نفس الحكايه، سيجما واي نوت اي كوساين الفا اي اوفر واي نوت اي كوساين الفا اي. ولو عملت الواي نوت توتال كامبليتيود بايثاغورس على طول، الواي نوت توتال هيبقى عباره عن السكوير روت بتاع سيجما واي نوت اي كوساين الفا اي الكل سكوير اللي هو السكوير بتاع الكلام ده كله، بلس السيجما بتاع واي نوت اي ساين الفا اي سكوير. يعني فعلا الكلام ده اكزاكتلي بيحقق لي الكلام اللي احنا قلنا عليه، يعني بيحقق لي الايكويشن بتاع الاناليتيكال، يبقى الكلام ده 100% صح. تمام، يبقى احنا شفنا مع بعض دلوقتي اناليتيكال فورم نقدر نجيب بيها الاكزاكت فاليو باي يوزنج بروجرامر بروجرامز كمبيوتر بروجرام او بالكالكوليترز عادي. وشفنا بعد كده الفيزو دايجرام او الجرافيكال ميثود اللي هو ببساطه ممكن نجيب اكزاكت فاليو لو عملنا تو سكيل ومشينا واحده واحده، او ممكن نعمل سكتش بس ريزونبل سكيل ريزونبل كده نقدر نكسبكت الايه الفاينل ريزلت ويذين رينج ايه بالظبط. تمام، عايزين نشوف ايه سبيشال كيس ونشوف مع بعض ازاي ممكن نشتغل بيها. الكيس بتاعتنا اللي احنا بنقول سبيشال كيس، دي السبيشال كيس اللي بنتكلم عليها، ان يكون عندي ان سمبل هارمونيك موشن. الان سمبل هارمونيك موشن في ايه؟ ده سبيشال كيس زي ما بنقول مع بعض. عندي رقم واحد السمبل هارمونيك موشن كلهم ليهم ايكوال امبليتيود، رقم اثنين كلهم between the two successive simple harmonic motion في equal phase difference عندي. تمام، يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني بمعنى اصح لو احنا بنتكلم كده عاوزين نقولها، هيطلع معايا ان الاولانيه مثلا عباره عن y equal y not sin omega t، اللي بعديها تبقى y دي y1 y2 نفس الامبليتيود y not sin omega t plus alpha. الواي 3 او الواي 3 عباره عن نفس الحكايه، واي نوت ساين اوميجا تي بلس 2 الفا اند سو اون. تمام، يبقى ده الفيز ديفرنس بين الاولانيه والثانيه هو عباره عن الفا، بين الثانيه وبين الثالثه هو نفس القصه عباره عن الفا، انا اسف بالظبط كده. وبعدين التوتال كل الامبليتيود بتاعتي عباره عن واي نوت. تمام،
حقيقة عشان نشوف القصريين أسهل حاجة إن إحنا نشتغل جرافيكال ميثود، يمكن نوصل لحل أظرف بكتير قوي زي ما هنشوف مع بعض. لو إحنا حبينا نرسم الفيرست جرافيكا فيرست سيمبل هارمونيك موشن ومعتبرين مع بعض إن ده الريفرنس بتاعي، ده الريفرنس، فإحنا هنشوف مع بعض. أول سيمبل هارمونيك موشن كان الفيز بتاعها أو الألفا بتاعتها بصفر، مفيش فيز كونستنت، فبالتالي هتبقى حاجة زي كده، تمام كده؟ وفي الحالة دي الأمبليتود بتاعي هو عبارة عن واي نوت والألفا بتاعتي ساكن. طيب what is about the second simple harmonic motion؟ هنرسمها ازاي في الفيزو دايجرام؟ هتترسم معايا ان هي نفترض واخده الفا 1 كده هون او الفا، ودي لو احنا بصينا مع بعض هيبقى الانجل بتاعتي دي عباره عن الفا، وهي بقى ده السكند. طيب نيجي للي بعده، طب هنرسم التالتة برضو نفس القصة برسمها with respect to the reference. في الحالة دي هنشوف مع بعض هرسمها ازاي. هنرسم ده كده ويبقى ده الفيزو دايرة. جميل، ايه اللي حصل معايا هنا؟ واي نوت، هنا واي نوت. لو احنا بنفكر شوية مع بعض، لو انت كملت كده ده دي كأنها ألفا ودي كأنها ألفا تانية، الزاوية اللي موجودة لأن السكند هي عبارة عن ألفا. يبقى أنا دلوقتي عندي لغاية دلوقتي التلاتة مع بعض هو عبارة عن تلاتة أمبليتيو زي ما أنت شايف. إيه المطلوب مني؟ مطلوب مني إن أنا أجيب الفاي أو التوتال واي نوت، تمام. هنجيبها إزاي؟ عشان تجيب التوتال واي هنوصل جاست من إيه؟ من أول بوينت لغاية آخر بوينت اللي هي بعد التالتة أو بعد الرابعة بالمنظر ده كده، ويبقى دي الواي توتال بتاعتي، تمام؟ دي الواي توتال بتاعتي، والانجل بتاعتها اللي هتبقى موجوده هنا هتبقى الفا توتال. السؤال بتاعي، طب انا هشتغل الكلام ده ازاي؟ عايز اجيب الخط الاحمر ده اللي هو الواي توتال، وعايز اجيب الانجل بتاعته اللي هي الفا توتال. طيب في سؤال هنحاول نفرضه مع بعض دلوقتي. لما تكون، ارجع معاك بقى لايام زمان، لما يكون عندي بولوجنز كده او مضلع كل اللينسز بتاعته ار ايكوال والانجلز بتاعته اللي موجوده جوه ايكوال برضه، ده معناه ايه؟ معناه ان انا وصلت الريجولار بوليجون، مضلع منتظم. مضلع منتظم لو انت فاكر من ايام زمان ده معناه ان في سيركل بتباس كل البوينت بتاعته. فكر كده في السكوير، السكوير بتاعي ايه؟ عباره عن مضلع منتظم في كل الاضلاع ايكوال زي بعضيها. لو فكرت في تريانجل ايكوليترال، يعني المضلع او المثلث المتساوي الاضلاع كلها هيبقى ايكوليترال او متثلث، كل الاضلاع فيه سيم لينس، هيديني نفس الايه؟ هيمشي بيه دايره. ده الكلام اللي انت بتسميه ساعات بتسميه ايه؟ الشكل الدائري او الشكل المضلع الدائري، اي حاجه اللي هو الايه؟ ان في سيركل كان باس اول ذا كورنرز بتاعته. تمام، الحقيقه الشكل اللي قدامنا ده بيحقق الايه؟ الكونديشن ده، فبالتالي كان في سيركل ممكن تباس اول بوينت بتاعتنا. طيب نحاول نرسم السيركل دي او نتخيلها مع بعض. ادينا رسمنا السيركل دي زي ما انتم شايفين اللي هي الاخضر دي، وتقريبا السنتر بتاعها مي بي اراوند ذيس بوينت. ده اللي بنتكلم عليه، متخيلين ان الكلام ده ممكن يحصل. تمام، ما زلنا عايزين نجيب ايه؟ عايزين نجيب الخط الاحمر ده قد ايه، وعايزين نجيب الخط الايه الانجل بتاعته قد ايه. تمام، نيجي مع بعض ايه شويه بقى ايه الجيومتري كده ونشوف مع بعض. لو انت فرض معايا ان ده ترانجل كده بالمنظر ده كده، مقتنع معايا ان اكيد الترانجل التاني معاه ايدنتيكال بالظبط. الترانجل ده عباره عن ترانجل ايدنتيكال زي ما انت شايف كده اهو، تاني معايا، معلش انا اسف. دلوقتي انا هرسم ده عباره عن ترانجل كده، وبعد كده في مثلث كده،
في مثلث بعده بالمنظر ده كده. الحقيقة مش عارف ايه الخط مش راضي يتظبط ليه، بس يعني ايه ايا كان. طيب شايفين المثلثات دي؟ نفترض كده بقى، انا هكتب معاك ايه رموز عشان ما نتوهش من بعض. النقطة دي سميها O معايا، النقطة دي اسمها A، النقطة دي اسمها B، النقطة دي اسمها C، ونشوف مع بعض النقطة اللي هناك دي سميها معايا دي. تمام، نشوف مع بعض واحدة واحدة ونشوف الترينجل مع بعض. مقتنع معايا ان الانجل دي في المثلث كده، انا هاخد المثلث ده على جنب، المثلث اللي هو مين هنا، دي كل البوينتس بتاعت اسمها ار، ودي ار ودي ار، كلهم نفس الريدس. انا خدت ترانجل اللي هو او اي بي. تمام، المسافة دي هي عبارة عن الريدس بتاعي، وده الريدس بتاعي، والمسافة دي اي واي نو. جميل، ايه اللي هيحصل معانا؟ نفترض مع بعض ان الانجل دي بيتا، والانجل دي بيتا. مقتنع معايا ان الانجل دي تبقى ايه؟ لو بصينا مع بعض واحدة واحدة، الانجل دي الفا. طب ازاي جت الفا؟ ركز معايا في الانجل، شايف معايا الترانجل ده تاني، الانجل دي والانجل دي والانجل دي معاهم الفا، مش دي بيتا؟ اه بيتا. ليه؟ لان نفس الترانجل، كل الترانجلز دي ايدنتيكال، متشابهة مع بعض. مش ده معناه ان بيتا بلس بيتا بلس الفا ايكوال 180 ديجريز ولا لا؟ طيب ما هو نفس القصه، لو انت شفتها هنا هتلاقي بيتا بلس بيتا بلس الفا هما الثلاثه 180، لازم الانجل دي تبقى ايه؟ الفا بالظبط. مقتنع معايا؟ ارجو ان يكون الدنيا وصلت معايا. طيب انا كل الحكايه عايز اجيب مين؟ عايز اجيب الواي نوت بدلاله الار، وبعد كده نشوف الخط الاحمر. طيب ركز معايا، هنشوف مع بعض. لو انت نزلت كده بنديكلر كده او نورمال، تمام، وهنشوف مع بعض النورمال ده ايه اللي حصل فيه في المثلث اللطيف ده كده معايا. مقتنع معايا لو احنا حبينا نرسم حاجة او نقول حاجة، مقتنع معايا ان الساين الفا نوت اوفر 2 بتساوي الاوبوزيت اللي هو واي نوت على 2 مقسومة على مين؟ على R. هو ده اللي أنا قلته، ده كل الحكاية. الأوبوزيت بتاعي اللي هي الحتة دي بس، أوفر ذا هايبوتنس بتاعي اللي هو مين؟ اللي هو ال R. يبقى دي أول حاجة حبينا نقولها مع بعض، آدي ساين ألفا بالمثلث الترانجل اللطيف ده. واحد يقول لي طب أنا عايز أمسك بقى المثلث الترانجل البعيد ده، فين الترانجل ده؟ الترانجل اللي أنا هتكلم عليه دلوقتي اللي هو ماسك الترانجل او ده اللي هو او اي دي، هنمسكه مع بعض وبالراحة خالص. ادي الترانجل كده عبارة عن او كانت كده، او انا اسف ممكن نرجعها تاني. كان الخط ده كده، وبعدين اللي هو بيعبر عن الواي توتال، وده كان عبارة عن التو انجلز اللي موجود عندنا، ادي ار وادي ار وادي الواي توتال. تمام، نشوف مع بعض الانجل بتاعتنا عبارة عن ايه. سميها دي مثلا ابساي زي ما انت عايز، سميها جاما، اي حاجة. تمام، الجاما دي نكمل مع بعض. اه ايه الانجل اللي هنا بقى؟ الانجل اللي هنا لو شفنا هي عبارة عن تجميع الاكس الستارز دي، شايف الستار دي؟ طب ما الستار دي عبارة عن مين؟ عبارة عن الفا نوت، يبقى الانجل دي عبارة عن مين؟ ان الفا نوت. لو عندك اتنين يبقى اتنين الفا نوت، لو عندك واحدة يبقى ايه؟ الفا نوت، لان انت قلت لي ان ستار الواحدة دي بالفا نوت، يبقى دلوقتي عبارة عن ان الفا نوت، يبقى ايه؟ ان الفا نوت بالمنظر ده كده. طيب لو كملنا مع بعض ايه اللي هيحصل؟ هعمل نفس الحكايه بالظبط، لو نزلت نورمال او برينديكلر كده وبالراحه معايا، ايه اللي يحصل معايا؟
نفس الحكاية، هنجيب برضو في التريانجل اللطيف ده لواحد منهم يطلع معايا ايه؟ هيطلع معايا ساين ان نص الانجل يعني، او هاف ذا انجل، ساين ان الفا نوت ايكوالز واي نوت تو توتال، بس الحتة دي بس، يبقى نص الواي نوت توتال، واي نوت توتال اوفر 2 مقسوم على الوتر او الهايبوتنس اللي هو الار. جميل جدا، ادي الايكويشن نمبر 1 وادي الايكويشن بتاعتي نمبر 2. هتعمل ايه؟ انا جاست هديفايد الايكويشنز نمبر 1 على نمبر 2، شايف هنقسمهم على بعض عشان يطلع الار معايا، نخلص منه خالص. لو انت كنت متابع معايا يطلع معايا الايكويشن نمبر 1 اللي معانا ديفايد ايكويشن نمبر 2 او ايكويشن 2 اوفر ايكويشن نمبر 1، يطلع معايا ساين ان الفا نوت اوفر 2 ديفايدد ساين الفا نوت اوفر 2، ده الليفت هاند سايد، هتبقى مطلوبة عبارة عن واي نوت توتال اوفر 2 ار مقسومة على واي نوت اوفر 2 ار، ده اللي شفنا التو ايكويشن. هنا على طول يحصل معانا ان الار بتاعت اللي هي كانت عبارة عن زي الحاجة الوسيطة اللي بينهم بتكنسل مع بعض، يطلع معايا لو حبيت اكتبها صح يبقى الواي نوت توتال تجاب ازاي؟ واي نوت مالتبلايد باي ساين ان الفا نوت اوفر 2 ديفايدد ساين الفا نوت اوفر 2، ويبقى دي الايكويشن بتاعتك اللي احنا عايزين ايه نشوفها مع بعض، اللي جابت لي الايه الماجنتيود بتاع الواي توتال بتاعتي بكام. طيب السؤال بتاعنا، عايز ارجع للسؤال بتاعنا دلوقتي، طب الانجل بتاعتي الفيز بتاع الواي توتال اجيبه ازاي؟ عشان نجيب الانجل نرجع تاني للرسمة بتاعتنا، وركز معايا الموضوع سلس جدا، هنشوف الكلام ده ازاي واحدة واحدة مع بعض ونشوف. مقتنع معايا ان الانجل اللي هي الواي توتال اللي بتتكلم عليها الحلوة دي، مش هي لو بقصنا مع بعض هي عبارة عن الانجل الكبيرة دي ماينس الانجل الصغيرة دي ولا لأ؟ مين الانجل؟ يبقى ممكن اكتب الالفا توتال بتساوي الانجل الكبيرة اللي هي بيتا اللي انت شايفها معايا، يبقى بيتا ماينس الانجل الصغيرة دي اللي شفناها هنا اللي هي كانت عبارة عن مين؟ عبارة عن جاما. ده الايه القصة بتاعتي. طيب هفتكر معاك تاني معايا بالراحة معايا، هي الجاما دي البيتا بتتحسب ازاي؟ لو بصيت في الترينجل ده البيتا بتاعتي بتساوي 90 او باي اوفر 2 ماينس الفا نوت على 2، فين اهو؟ شايف معايا؟ ادي كده البيتا بتاعتي والالفا نوت على 2 الحتة دي بيساوي 90، يبقى بيتا الكلام ده. طب والجاما؟ الجاما لو بصينا في الترينجل ده هيبقى الجاما بتاعتي عبارة عن باي اوفر 2 ماينس ان الفا نوت اوفر 2، جبتها منين؟ من هنا، الحتة دي والحتة دي مجموعهم 90، يبقى الجاما بتساوي الكلام ده. يبقى احنا لو جينا نحب نوصل لفاينل ريزلت للالفا توتال، هيبقى الالفا توتال زي ما قلنا هي عبارة عن البيتا ماينس الجاما اللي هي بتساوي باي اوفر 2 ماينس الفا نوت اوفر 2 ماينس باي اوفر 2 ماينس ان الفا نوت اوفر 2. يطلع معايا ايه؟ لو انت ركزت شويه يبقى الكلام ده ظريف جدا، هنكنسل الباي اوفر 2 ده ماينس الباي اوفر 2، تطلع الالفا توتال ايكوال ماينس الفا نوت اوفر 2 بلس ان الفا نوت اوفر 2، يطلع معايا ان الالفا توتال بتاعتي عباره عن ان نيجاتيف 1 الفا نوت اوفر 2، ودي تبقى الايه؟ دي بقى الفاينل ريزلت بتاع الايه؟ الانجل اللي بيمين بيها الفاينل ايه؟ ريزلت بتاعتي. تمام؟ يبقى انا كده قدرت اجيب اول حاجه الامبليتيود بتاعي كده، وقدرت اجيب برضو ده الامبليتيود بتاعي، وقدرت اجيب برضو الفيس كونستنت بتاعي اخباره ايه. ادي الفيز كونستنت،
وده الكلام ده في الايه، في السبيشال كيس بتاعتنا دي. طيب لو انا جيت سالتك امتى الامبليتيود، عايزين نسال سؤال ظريف جدا دلوقتي، عايزين نشوف مع بعض، انا لو عايز اجيب الواي نوت توتال امتى يبقى ماكسيمم، ده السؤال الاولاني، وامتى الواي نوت توتال بتاعي يبقى مينيمم، ده السؤال بتاعي، وفي كلتا الحالتين الكلام ده يبقى بكام. ارجوك ما تبصش الموضوع ماث، لان الماث بتاعي ما هيبقى رزل مش ظريف. انا الحقيقه لو فكرت في فيزيكس بسيط جدا، الواي نوت توتال بتاعي هيبقى ماكسيمم فاليو امتى؟ ركز معايا، تخيل معايا كده، لو الفيز بتاعي الاولاني كان ماشي كده، وراه التاني على طول بالمنظر ده كده، وراه التالت على طول بالمنظر ده كده، يحصل ايه؟ يحصل ان الموضوع سهل، هيتجمعوا مع بعض، وده اقصر قيمة موجودة. يبقى اللي هيحصل الواي ماكسيمم بتاعي هيأوكير امتى؟ ات الفا بتاعتي ايكوال تو زيرو. فبالتالي السمشن بتاعي الواي توتال بتاعي هيبقى عبارة عن ايه؟ سيجما واي نود، اللي هو هيطلع في الاخر ان واي نود من غير اي مشكلة خالص. ده ابسط حاجة او اقصى قيمة، زي ما انت عارف لو عملت الكلام ده تريانجل، اي تريانجل في الدنيا لازم الضلع التالت يبقى لزان السميشن بتاع التانيين، انما لو فضلوا على نفس الاستقامة ده هتقصى او توصل لماكسيمم فاليو ممكن توصل لها. والله انت لو اشتغلت ماث هتمسك الايكويشن دي وتقعد تعمل لها ايه، تحط الايه، تماكسمايز ات، تقول والله امتى يحصل لما المقام بتاعي يبقى المينيمم، مينيمم يبقى زيرو، وتعمل اوبيتال وتقعد تفاضل لغايه ما توصل الماكسيمم، هيطلع برضه عند الفا نوت ايكوال ايه، زيرو. طب امتى الكلام ده مينيمم؟ الواي توتال بتاعي يبقى مينيمم امتى؟ ده سؤال ظريف جدا عايزين نشوفه مع بعض. بيقول لي والله انا لسه كنا قايلين من اول الاول الليكتشر الصغيره بتاعتنا دي ان انا كنت هشكل شكل دائري. طيب امتى الكلام ده يقفل معايا او الواي توتال بتاعي يبقى بزيرو؟ بقول لك والله لو الشكل الدائري ده قفل معاك، في الحاله دي هتبقى نقطه البدايه هي نقطه النهايه، ويبقى الواي ماكسيمم بتاع الواي مينيمم بتاعتي ده هيحقق المينيمم اللي هو ايكوال تو زيرو. امتى ايكوال تو زيرو؟ لما يكون انا لفيت 2 باي، ان اذر وورد هيبقى ان الفا 2 الفا نود ايكوال 2 باي، اللي هو هيحقق لي الكلام اللطيف ده جدا. واحد يقول لي اه الكلام ده كان سهل قوي اجيبه هنا، صح، لو انت عملت الكلام ده كله ان الفا نوت على 2 بتساوي باي، هيطلع معاك ان الايه، الواي توتال بيساوي زيرو. ففي القصه دي هيبقى بيساوي زيرو امتى؟ لما ات ان الفا نوت ايكوال ايه، 2 باي. الحمد لله رب العالمين، احنا النهارده كده خلصنا، او في المحاضره الصغيره دي خلصنا ايه، اتعرفنا على السوبر بوزيشن اوف سمبل هارمونيك موشن، ازاي لما يكون عندي سمبل هارمونيك موشن اجيب الريزلتنت بتاعتي، الريزلتنت بتاعتي معناها حاجتين، اجيب الواي الامبليتيود بتاعي اللي هو بتاع الريزلتنت، واجيب كمان الانجل بتاعت الريزلتنت او الفيز شيفت بتاع الريزلتنت. تمام، شفنا الكلام ده كله اناليتيكال، وشفنا الكلام ده جرافيكال، وبعدين في الاخر شفنا سبيشال كيس لما يكون عندي ان سيمبل هارمونيك موشن اوف ذا سيم امبليتيود اند فيز ديفرنس الفا نوت كونستانت بتوين تو سكسيسيف سيمبل هارمونيك موشن. ارجو ان يبقى الكلام ده واضح، الكلام ده الحقيقه بيتنفذ زي ما هو لو بنتكلم سوبر بوزيشن في الويفز، زي ما نشوف ليتر في ليكشر بعد كده. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.